مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي بالعالمين الجديدة ويبحث عددا من الملفات. خمس دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي يطالبون بتمديد حظر واردات الحبوب الأوكرانية. وبريطانيا تسجل معدل تضخم عند مستوى 7.9% خلال يونيو الماضي. نشرة اقتصادية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وذلك بمقر الحكومة بالعالمين الجديدة. ناقش المجلس عدد من الموضوعات، منها القوانين والقرارات الوزارية التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات. كما تابع المجلس ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على التوجيهات الرئاسية، ومنها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وملفات الاستثمار وغيرها، الإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين. شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون لإصدار تراخيص المشروعات الصناعية داخل المناطق الحرة والاستثمارية. أكد رئيس الوزراء استمرار الحكومة في اتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تهيئة مناخ الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين في مختلف القطاعات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات وما يتعلق بتبسيط مختلف الإجراءات وتذليل العقبات التي من الممكن أن تواجه المستثمرين بوجه عام والمستثمرين في القطاع الصناعي بوجه خاص، وذلك بالنظر لدور قطاع الصناعة في تحقيق معدلات النمو المرجوة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من خلال منشور منسوب للجريدة الرسمية يزعم صدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لكافة العاملين بمختلف قطاعات الدولة. وأكد المركز أن المنشور المتداول مزيف ولا أساس له من الصحة وغير صادر عن أي جهة رسمية، مشددا على أن كافة العلاوات والمنح الاستثنائية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الحكومية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة. أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن عام 2022 شهد زيادة الطلب على المساعدات الإنسانية عالميا بصورة أكبر من أي وقت مضى. أوضح المركز أن تقرير منظمة مبادرات التنمية حول المساعدات الإنسانية العالمية لعام 2023 كشف وجود عدد متزايد ومتفاقم من الأزمات المعقدة طويلة الأمد يضغط بشكل كبير على النظام الإنساني الدولي للاستجابة وتقديم المساعدات الإنسانية. كما شدد التقرير على أهمية إجراء تغيير في طبيعة التمويل وشكل الاستجابة العالمية للأزمات الإنسانية بما يستهدف معالجة الأسباب الجذرية للأزمات العالمية، وهو أمر مطلوب بصورة ملحة في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى. أكد رؤساء ومسؤولو شركات عالمية أن مصر تسير على الطريق الصحيح إذا وفرت مميزات وحوافز جديدة للاستثمار في قطاع التعدين تواكب الصناعة العالمية، كما وفرت مساحة وفرص مشجعة للعمل والاستثمار. وأشار المسؤولون إلى أن مصر لديها المقومات والخبرات الجيولوجية الكفيلة بتحقيق نتائج مميزة في مجال التعدين، إضافة إلى توافر بيئة وبنية تحتية مؤهلة من طرق ممهدة وشبكة الاتصالات والكهرباء والمياه الملائمة، فضلا عن القدرات البشرية مما يمهد لمستقبل باهر في هذا المجال. جاء ذلك خلال جلسة الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية العاملة في تعدين الذهب بمصر والتي أقيمت بعنوان إطلاق الإمكانيات الاستثمارية لقطاع التعدين في مصر.
للمزيد ينضم إلينا مباشرة الزميل عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز. عوض، برحب بك إلى هذه الجولة الاقتصادية. مزيد من التفاصيل حول هذه الاجتماعات بالطبع لديك عوض، تفضل. نعم ندى، بعد أقل من ساعتان من الآن سيصدر الاستطارة عن فعاليات هذا المنتدى. هذا المنتدى يعقد للمرة الثانية، مصر تستضيفه وبات من أهم المنتديات أو الفعاليات الخاصة بالتعدين في العالم، فبالتالي هو وضع على خريطة الاهتمامات الخاصة بهذه الصناعة بشكل كبير. والملفت للنظر هو الحضور الكثيف لعدد كبير من الشخصيات العامة العاملة في هذا القطاع. نحن نتحدث تقريبا ندى عن 2000 شخصية من أهم الشخصيات العالمية الفاعلة والمؤثرة والتي لديها شركات مؤثرة للغاية في هذا القطاع، حضروا بالفعل وكان لديهم نقاشات متعددة. ونتحدث حتى هذه اللحظة عن 40 متحدثا أدلوا بدلوهم عبر كل الجلسات التي أقيمت من الأمس حتى الآن. اليوم ربما يكون هناك مؤتمرا صحفيا لوزير البترول يلخص أهم ما تم، وإن كانت هناك توصيات سيعلنها، لكن الأهم هو فرص مصر الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي للغاية تم عرضها عبر أغلب الجلسات التي أقيمت هنا بشكل مستفيض للغاية. ومصر لديها تجربة مميزة، حتى أن العنوان الذي يتحدث أو حمل هذا المؤتمر هذا العنوان 120 عاما من العمل، فبالتالي مصر لديها تجربة طويلة، حتى جاءت على لسان وزير البترول بالأمس أن مصر لديها تجربة أعمق وأبعد من ذلك تاريخيا، حتى ذكر رقما وهو 1160 عاما قبل الميلاد كانت مصر لديها تجربة استخراج المعادن وتحديدا من الذهب، والاكتشافات الحديثة للآثار المصرية دلت على ذلك هناك في منطقة الذهب في النوبة جنوب أسوان. فبالتالي هذه التجربة الطويلة العريضة للدولة المصرية لحقتها أيضا عدد كبير من الإصلاحات التشريعية التي عملت عليها الدولة المصرية مؤخرا لجذب مزيدا من الاستثمار لهذا القطاع الحي، وهو ما استحسنه عدد كبير من المستثمر. أيضا هناك حضور من وزراء كوزير الصناعة السعودي ووزراء وزير الصناعة في جيبوتي وعدد من الوزراء المعنيين بهذا الملف، ملف الطاقة والإنتاج الخاص بها التعدين، ووقعوا عدد من الاتفاقيات المهمة للغاية. ليس بعيد بضع أمتار من حيث أنا متواجد هناك، الآن هناك معرض يحوي عدد كبير من التجارب والمشاريع التي جاءت من كل حدب وصوب من كل أنحاء العالم. نتحدث عن أكثر من 50 شركة عالمية جاءت لتعرض ما لديها من منتجات حديثة وعصرية في قطاع الإنتاج الخاص بالتعدين. مصر معنية للغاية بهذا الملف، لماذا؟ لأن هناك بدائل جديدة للطاقة التقليدية موجودة في قطاع التعدين. نتحدث حتى عن أغلب السيارات التي تعمل الآن أيضا بمعادن جديدة، فبالتالي مصر معنية بهذا الملف في ضوء الرؤية الأعظم الاستراتيجية الأعظم للدولة المصرية التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة البديلة، ومؤتمر شرم الشيخ الأخير ليس ببعيد عنا، وطاقة الرياح التي تعمل عليها الدولة المصرية وإنتاج الهيدروجين، وبالتالي موضوع التعدين والاستثمار فيه مهم للغاية. أخيرا تم توقيع عدد من الاتفاقيات، منها حمض الفسفوريك الذي سيتم إنتاجه من المثلث الذهبي، وهذا المثلث الذهبي هو درة ما تملكه مصر من خامات نادرة ومعادن متعددة. وتعلمين ندى بأن هذا المثلث الذهبي يوجد في حضن الصحراء الشرقية ما بين جبال البحر الأحمر من ناحية حتى حدود أسوان وقنا من الجانب الآخر، والدولة المصرية عكفت عبر فترة طويلة من الزمن على تأهيل هذه المنطقة أن تكون مصدر الطاقة الحديثة والتعدين للأمة المصرية. فبالتالي هناك إشادة كبيرة بكل هذه التجارب المصرية التي عشناها عبر اليومين من الأمس حتى الآن لهذا المؤتمر الثاني للتعدين. عودة لك ندى. نعم، أنا بشكرك في الحقيقة جزيل الشكر عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز، شكرا جزيلا لك على هذه الرسالة. قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن الصندوق السيادي ملك الشعب المصري، ومهمته الأساسية خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة. جاء ذلك عقب إعلان انضمام صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوقا سياديا عالميا واحتلاله المرتبة 47 عالميا والثانية 10 عربيا، وذلك وفقا للتحديث الأخير الذي نشره معهد صناديق الثروة السيادية العالمي. كما أضافت وزيرة التخطيط أن الصندوق يعد الذراع الاستثمارية للدولة ويهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر. استعرض وزير الموارد المائية والري هاني سويلم الموقف التنفيذي للتكليفات الرئاسية فيما يخص تنمية وإعمار سيناء، مؤكدا أن وزارة الري تشارك في تحقيق التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء من خلال العديد من المشروعات الكبرى
في مجال الموارد المائية. ووجه وزير الري بسرعة الانتهاء من الأعمال المنفذة بالمآخذ وإجراءات توصيل الكهرباء لها، كما وجه بقيام قطاع المياه الجوفية بالتنسيق مع معهد بحوث المياه الجوفية لاستكمال الدراسات الخاصة بإمكانات الخزانات الجوفية بشمال سيناء. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع الانتهاء من تنفيذ 94% من إجمالي أعمال التكريك بمشروع التوسعة والتعميق الجاري تنفيذه ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي. أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم إزالة 50 مليون متر مكعب من الرمال المشبع بالمياه بمشروع تطوير القطاع الجنوبي، بجانب زيادة عامل الأمان الملاحي وتقليل تأثير ضفتي القناة والتيارات المائية، مضيفا أن مشروع التوسعة والتعميق أثبت جدواه الفنية بتجنب حوادث الجنوح للسفن التي تنحرف عن خط المنتصف لأعطال فنية. وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد تمويل جديد مع شركة بدايتي للتمويل المتناهي الصغر بمبلغ 100 مليون جنيه. يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر لقدرتها على توفير فرص عمل لائقة ومستقرة ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تمكين الشباب والمرأة اقتصاديا واجتماعيا وتحسين مستوى المعيشة لدى الأسرة المصرية.
إذا مشاهدينا الكرام، وردنا الآن هذا الخبر العاجل، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفدا يضم رئيسي الشركتي ووهان للهندسة الصينية وباليسترا الإيطالية العاملتين في مجال الأسمدة وكبار المسؤولين بالشركتين، وذلك بحضور الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية واللواء الدكتور إيهاب عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة والمهندس وليد لطفي رئيس مجلس إدارة شركة بتروجيت. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول استعراض التعاون الجاري مع الشراكة الأجنبية العريقة المتمثلة في الشركتين الصينية والإيطالية للبدء الفوري في إنشاء المجمع الصناعي الثالث لإنتاج الأسمدة في العين السخنة، والذي يأتي استكمالا لنجاح إنشاء وتشغيل المجمعين الصناعيين للأسمدة الفوسفاتية والمركبة والأسمدة الأزوتية بالعين السخنة. ذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أشاد خلال اللقاء بالتعاون الجاري مع الشركتين في ضوء علاقات الصداقة المتميزة لمصر مع كل من الصين وإيطاليا، موجها بمواصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي كونها من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. أوضح السيد الرئيس أن الدولة تعمل بدأب على بناء قاعدة صناعية حقيقية ومتطورة في مختلف المجالات الصناعية لا سيما ذات الصلة بالأمن الغذائي والقطاعات الحيوية في ضوء تنامي التحديات الدولية في هذا الشأن. وشدد السيد الرئيس كذلك على مواصلة جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي في مصر لا سيما من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرة بالاستفادة من القدرات الإنتاجية والتشغيلية المتقدمة لدى كبرى الشركات الأجنبية على مستوى العالم. قال وزير الزراعة المجري ستيفان ناجيل وكالة رويترز إن 5 من بلدان وسط أوروبا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيقدمون طلبا مشتركا للتكتل بتمديد حظر واردات الحبوب الأوكرانية. أضاف ناجي أن بولندا، رومانيا، بلغاريا، المجر وسلوفاكيا ستطلب استمرار حظر واردات القمح والذرة وبذور الإفت وبذور دوار الشمس من أوكرانيا في الوقت الراهن. لا تزال الأزمة الأوكرانية تلقي بظلال ثقيل على اجتماعات وفعاليات مجموعة العشرين، وهو ما انعكس في عدم قدرة اجتماع وزراء المالية على الخروج ببيان مشترك رغم أهمية القضايا الواقعة على جدول أعمال المجموعة. سنتابع مع حضراتكم المزيد في هذا التقرير. في اجتماعات استمرت على مدار يومين بين صناع السياسات الاقتصادية ووزراء المالية في مجموعة العشرين، غاب التوافق بين المجتمعين خاصة فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا. الخلاف جاء في ظل سعي الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا لإدانة روسيا والعملية العسكرية في أوكرانيا، وهو الأمر الذي عارضته بشدة روسيا والصين. الدول الغربية أصرت على وصف الأزمة بالحرب، بينما تصف روسيا حملتها التي دخلت شهرها 16 بأنها عملية عسكرية خاصة. وبين الرؤيتين تبنت الهند الدولة المضيفة موقفا محايدا،
وحثت على التوصل إلى حل دبلوماسي. الملتقى المنعقد في ولاية جوجارات في غرب الهند هو الثالث لوزراء مالية مجموعة العشرين تحت رئاسة نيودلهي، والتي أخفقت حتى الآن في صياغة بيان مشترك في أي من الاجتماعات الرئيسية منذ توليها رئاسة المجموعة في ديسمبر الماضي. وخلال الاجتماعات مثلت قضية الديون محورا مهما في وقت تواصل فيه العديد من البلدان العمل على التعافي من تبعات أزمات متتالية، بداية من كورونا إلى تبعات ما يحدث في أوكرانيا وما يتسبب فيه التغير المناخي من آثار سلبية. البنك الدولي المشارك في الاجتماعات حذر من أن الشرخ المتزايد بين الدول الغنية والفقيرة يهدد بتعميق الفقر في العالم النامي، مشيرا إلى أنه يعمل على تعزيز قدراته بما يشمل جمع رأس مال متنوع من المساهمين لتعزيز النمو وخلق الوظائف. هذه التصريحات تأتي وسط خلاف بين الدول الغربية والصين بشأن إعادة هيكلة ديون الدول الأكثر فقرا، حيث امتنعت بكين والتي تعد من المانحين الأساسيين للعديد من الدول المنخفضة الدخل عن قبول صيغة واحدة تنطبق على الجميع لإعادة هيكلة الديون. من جانبها اعتبرت الولايات المتحدة أن الحل قد يكمن في إصلاح المنظمات المانحة المتعددة الطرف مثل البنك الدولي ومؤسسات إقليمية أخرى، والتي قد تتيح الإفراج عن 200 مليار دولار خلال العقد المقبل. سجلت المملكة المتحدة معدل تضخم بلغ مستوى 7.9% خلال يونيو الماضي على أساس سنوي، إذ لا يزال أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا المركزي والبالغ 2%. سجل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطاقة والذي يراقبه المركزي لقياس ضغوط الأسعار الأساسية مستوى 6.9%، وهو أعلى مستوى في أكثر من 30 عام. توقعت وكالة الطاقة الدولية تباطؤ نمو الطلب العالمي على الكهرباء هذا العام بفعل أزمة مستمرة في قطاع الطاقة وتراجع اقتصادي، لكن انتعاشا محتملا في 2024 يعني الحاجة إلى المزيد من مرافق الطاقة المتجددة. توقعت الوكالة ارتفاع معدل النمو العالمي لاستهلاك الطاقة إلى 3.3% في 2024 بعد تباطؤ بأقل من 2% في 2023 وانخفاضاً من 2.3% المسجل في 2022. ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم عقب ارتفاعها بأكثر من 2% أمس نتيجة تقديرات أشارت إلى انخفاض مخزونات النفط الأمريكية. صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.4% لتصل إلى 79 دولارا و98 سنتا للبرميل، كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس بنسبة 0.3% عند مستوى 75 دولارا و86 سنتا للبرميل. تكبدت أسعار الذهب خسائر بعدما لمست أعلى مستوى في شهر ونصف في الجلسة الماضية، رغم توقعات المستثمرين أن تقنع القراءات الاقتصادية الأمريكية في الآونة الأخيرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بوقف دوره في رفع أسعار الفائدة. وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.2% عند مستوى 1975 دولارا للأوقية، كما هبطت العقود الآجلة للذهب بما يقارب 0.1% لتسجل مستوى 1978 دولارا للأوقية. ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال التعاملات مع انخفاض عائد السندات البريطانية بعد بيانات التضخم. صعد المؤشر الرئيسي ستوكس يوروب 600 بنسبة 0.3%، كما زاد كاك الفرنسي بقيمة 0.4%، وارتفع فوتسي البريطاني ب 1.6%، فيما زاد داكس الألماني بنحو 0.8%.
ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية في ختام تعاملاتها اليوم. صعدت الأسهم اليابانية مقتنفة إثر نظيرتها في وول ستريت، والتي ارتفعت أمس بدعم من التفاؤل بشأن نتائج الأعمال الفصلية، ليرتفع المؤشر الرئيسي في بورصة طوكيو بنسبة 1.24% بنهاية الجلسة، فيما استقر مؤشر شنغهاي الصيني عند 3198 نقطة في ظل عدم وجود تدابير تحفيزية كبرى من الحكومة مع فقدان الاقتصاد لزخم النمو. وصلنا مع حضراتكم لختام هذه الجولة الاقتصادية. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور، جوجل بلاي، أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. أشكر لكم طيب المتابعة. إلى اللقاء.